بس انا عرفت ان انتوا مثلا استغربتوا شويه منه استاذ عماد بيحفظ بسرعه جدا ما شاء الله ما شاء الله يا استاذ ايوه هو انتوا مش بتحفظوا الادوار بتاعتكم بنحفظ بس هو ما شاء الله سريع جدا بالحرف كمان راسي وهادي وداخل حافظ وعارف هو طبعا يعني طبعا متأسس يعني متأسس ايوه الكوليبرا اكيد فاحنا بنقعد نتفرج عليه كده واحنا داخلين عمالين نراجع المن والفي والعلى ولا حاجه فيهم وهو بقى تلاقيه ولا اي حاجه قاعد كده ممكن نقعد مثلا نطول وبتاع وهو ما بيراجعش ما شاء الله منى احنا كنا من صغرنا كنا بيقولوا لنا عيب اخش على سوبر على نجم مثلا بشتغل مع عبد الله غيث بشتغل مع محمود المليجي بشتغل مع توفيق الدقن بيقولوا عيب تمسك ورقه قصاده الراجل جاي جاهز عبد الله غيث توفيق الدقن عماد حمدي نور الشريف ناس دي بنخش هم ما فيش ورق في ايديهم فحسيت انه عيب ان انا اخش بورقه قصاده فيها بتشوفها فيها قله اهتمام او احترام ان انت بتراجع في اللوكيشن أيوه انت كان عندك وقت تذاكر فيه اه بالظبط كده انا اكتشفت نفسي متاخر الرواية دي هي حلمي اللي بجد يا حبيبي طبعا أنا هبقى مبسوطة وأنت بتعمل الحاجة اللي أنت بتحبها بس المورستان بتاع فيبي وراغب ده مش جوك مش شبهك خالص وما تقنعنيش إن هما صحوا جواك الحلم القديم أنت مش فاهمة حاجة يا بنتي مش فاهمة حاجة